بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدينا من الحوض ده بعد ما زرعناه 5 أيام، إن شاء الله هنزرع الحوض الثاني بإذن الله. بصوا طريقة الزراعة أهو، بناخد من الحوض الثاني أهو، نجمع، تعالى بروح. احنا بنقول يا جماعة ما حدش يزرع في الشتاء عشان الصقعة بتموت الأزلة، بس احنا زرعين في مكان مكفول هنا ومكان دافي، فاللي عنده مكان دافي ينفع يزرع في اي وقت عشان الأزلة بتستحمل درجة حرارة من 15 ولا فوق، اقل من كده بتأذي الأزلة وبتأذي النمو بتاعها وبتخلي نموها ضعيف. فاللي عنده مكان دافي يزرع عادي، مش اي ما فيش اي مشاكل، او عنده صوبة زراعية يزرع في اي مكان. اهو بنضرب عليه كده عشان الأزلة تتفرتج من بعضيها. افضل المغذيات للازله المنجوع زبل الحمام، ومنجوع زبل الدواجن، تسمين السبله زي ما احنا بنقولها بنسميها السبله، افضل حاجه وبالذات في الشتاء لانه هي بتدفي النبات. الاول بنحط المشمع بتاعنا وبنحط وبنزود ميه، اهم حاجه ميه درجه الملوحه بتاعتها ما تكونش عاليه، يعني كل ما كانت درجه الملوحه اقل كان الانتاج احسن في نبات الازله. الازله ما بتعيشش في درجات الملوحه العاليه يا جماعه، في ناس بتقول لك تتاقلم وما تتاقلمش، والله احنا حاولنا نأقلمها ما نفعش. بنحاول ادينا نجمع طرق تاني برضو عشان اللي عنده اراضي واسعة في الجبال ودرجة الملوحة عالية، هنحاول نعمل حوض تاني باذن الله ونحاول نأقلمه على درجة ملوحة عالية ونشوف هينفع الكلام اللي بيقولوه ولا لا. اهم حاجة الحوض اللي احنا بنجمع منه دي ما نخليهوش مكشوف، يعني اهم حاجة الجمع بتاعك ما يخليش الحوض اللي انت بتجمع منه مكشوف، لازم كل الحوض يبقى مليان. الكيلو بيزرع من مترين لمتر، من متر لمترين، كيلو الازلة بيزرع من متر لمترين.